كل شاة معلقة من عصبتها، هل هذا صحيح؟ الكلام ده فيه تفصيل، إذا قصد به أن كل إنسان سيحاسب يوم القيامة لوحده فهذا صحيح. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني ما يخرج منه، معنى وكل إنسان ألزمناه طائره يعني ما يخرج منه، ما يطير منه، ما يخرج منه من عمل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أما إن قصد بهذا الكلام وهذا المنتشر أن يترك الناس بعضهم بعضا يقعون في المنكرات، يعني بعض الناس يعترض على الدعاة يقول لهم خلوا الناس في حال وكل شاة معلقة، فده من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. وإما يدل على بطلان القصة التي ذكرها الله تعالى في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، إلى آخر القصة. فده الناس بيتحايلوا على أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: ناس الله حرم عليهم اصطادوا يوم شنو؟ السبت، وانقسموا لثلاثة أقسام. في ناس يتحايلوا على أمر الله بيجوا يرموا شباك يوم الجمعة ويجوا يشيلوا الصيد يوم الأحد، يعني بغيبوا يوم السبت وهو شغلته شغالة. وابن كثير ذكر من التفاسير إنه بحفر مجرى، المجرى ده ضيق، الحوت بيجي داخل مع الموية في المجرى، لما ندخل بعد ذاك بيتمسك ما بيقدر يرجع شنو ورا، بيتمسك بيقوم يجوا يوم الأحد يشيلوا الحيتان يمرقوه. يعني هم حرموا عليهم يوم السبت، عملوا الشرك يوم الجمعة وجوا شالوا شنو يوم الأحد. ده القسم الأول، وديل أولئك هم الفاسقون. القسم الثاني ديل ناس أمرهم بالمعروف ونهون عن المنكر، يقولوا لديل اتقوا الله وكذا 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 إلى آخره. القسم الثالث ديل ناس هم في أنفسهم صالحين، هم في أنفسهم صالحون، لكنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون شنو؟ ديل يا ناس كل شاة شنو؟ قالوا لهم لم تعظون قوما، جول الناس اللي بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هسه ده حاصل كذي، في ناس بيجوا بيتكلموا ما بيتكلموا مع العصاة، بيتكلموا مع الدعاة. شوف على الله الكلام ده، تلقاه بيصلي ويجي قبل الصبح وتلقاه هنا، انت تقوم تعمل نصيحة في الشرك في دعاء غير الله، وده بكون بيدعو غير الله قاعد، ما بيمش للي بيدعو غير الله، بيجيك انت يقول لك يا اخي النازل ما بيفهم، يقول لك نازل جهل اخ ما تدعي برقبتك معاهم، يعني بدل ينصح ديلك بينصحك انت شنو؟ الناصح. ديل يا هون ذات ناس كل شاتن جو في سورة الأعراف: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة ولعلهم يتقون، يعني يعتذرون إلى ربهم، إلى ربكم الله سبحانه وتعالى، ولعلهم يتقون، لعل هؤلاء يرجعون إلى الحق ويتقون الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: فلما نسوا ما ذكروا به، إما ثلاثة طوائف: أنجينا ياتا الذين ينهون عن السوء، بس القسم الثاني هو النجا، أما هؤلاء وهؤلاء هلكوا، يعني العصاة هلكوا والعاملين فيها ناس باركوها ديل ولا بيجاي قاعدين ساي ديل برضو هلكوا معهم. فإنت ما تقول كل شاة معلق من عصبة، انت الحق الشاد قبل ما تنضبح، انت الحق، انت انصح ما بتخسرك بشيء. اما الايه: يا ايها الذين امنوا لا يضركم من ضل اذا شنو، من الهدايه ان تبلغ الدعوه، بعد تبلغ الدعوه بعد يضل الزول ثاني ما بضرك، صح ولا ما صح؟
عشان كذا قال وما عليك الا يزكى. فانت تبلغ الدعوه بعد ذاك بعد ظل بعد تبلغه انت ما بضرك بشيء، لكن تبلغه تحرص على هدايته وعلى ايصال الخير له. ايوه الناس اللي بيقولوا بيعترضوا على دعاة التوحيد يقولون علموا الناس الطهارة والوضوء وكذا وكذا وكذا، او لا يريدون ايقاف الدعوة، ما عندهم اكثر من كذا. الدعوة مضايقاهم وهم دايرين شنو يوقفوها، والا فما هي حجتهم؟ ان كان حجتهم نشر الدين فالدين يبدا بالتوحيد، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وفي رواية إلى يوحد الله في البخاري ومسلم، الرواية الأولى، وهذه في البخاري حديث معاذ رضي الله عنه، حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فقبل الصلاة والراوة التوحيد. والإنسان قبل ما يبني السكينة أعلى الحيطة، وقبل ما يبني الحيطة بيبدأ بشنو؟ بالساس، بالساس. ناس السكينة ذي لما يجوا يقول لهم انتوا امشوا بعد نتم الحيطة تعالوا تعالوا انصحونا نبني شنو؟ سكين. ده نمرة واحد. اثنين يقول لك نحن التوحيد عارفينه، هو بيقول لك نحن شنو التوحيد؟ عارفينه. الكلام ده الرد عليه اوجه كثيرة جدا، لكن قول له ولا يقول لك نحن موحدين، قول له طيب انت قلت يتكلموا عن الوضوء، الناس اللي في الجامع ذي متوضيين ولا ما متوضيين؟ متوضيين. طيب يقول لك اتكلم في الغسل، الناس اللي جو الجامع ده المتزوجين ولا ما متزوجين؟ وجاسفوها ساي ولا اغتسلوا الناس؟ اغتسلوا. يقول لك يا اخي احنا والله عارفين الوضوء عارفين الغسل، لكن الله قال وذكر فان الذكرى، بس يقول لي انتوا برضه عارفين التوحيد، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. واسي والله الذي لا اله غيره لو خليت التوحيد ده مش خليته؟ خليته وكذا 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 وخالفته وجيت اتكلمت في الطهارة والوضوء، ديل ذاته بقفوا لك في حلقك. تقول له الطهارة لغة كذا، اصطلاحا كذا، هنخش في مسائل الطهارة. الماء الآجن هل هو مما يتوضأ به ولا ما يتوضأ به؟ الماء الآجن اللي خزنوه وكذا، تجي المسح على الخفين، تجي كذا. تقول له الراجح والموافق الأدلة، يقول لك المالكية قالوا شنو؟ دي أول عكة بيبدأ معك. تقول له والله المالكية قالوا كذا، والشافعية قالوا كذا، والحنابلة قالوا كذا، والأحناف قالوا كذا، والصحيح كذا لأنه ده الموافق للأدلة وإلى آخره. يقول لك لا 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 لا، أنا في البلد دي شنو؟ مالكية بس. يقول لك نحن في البلد دي ومالك ذاته ما بيرضى كذا. قال كل يؤخذ من قوله ويرد الى اخره ما ذكر. ايوه يقول لك ما اتكلم في المسائل الخلافيه، ودي ما خلافيه، الله واحد دي ما خلافيه اصلا. الله واحد بس. دي انا قلت الله واحد ده مختلف معي، ده يقول كم؟ انت الله كم؟ يقول لك الله واحد، خلاص يا ودي ذات موضوعنا بس، نادي الله براه. بس الحي الذي لا يموت اعتمد عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت. ودي دي دي المساله. بعدين يا جماعه والله اخواننا ذل بيتكلموا في الطهاره، بيتكلموا في الصلاه، بيتكلموا في كذا، هم ما بيحضروا. واللي بيحضر فيهم ما بيقول لك كذا، انا والله تكلمت في مسجد الله يتقبل 300 حديث في الفقه. 300 حديث في الفقه كرر كذا. وكل ما زوي درس الدرس اللي بعده بيحصل نقاش طوال، وبجيب لهم اقوال ائمه الاربعه الله يتقبل، بنقول لهم بعد انتهينا 300 حديث ماشيين، جينا في كتاب التوحيد نطلع واحد قال لي يا مولانا يا اخي دارين درس في الفقه وذاك في شنو؟ الفات ذاك وجو. الصلاه يا جماعه مش فقه، الطهاره مش فقه، الصيام مش فقه، الزكاه، الحج، البيوع، المعاملات دي كلها انتهينا الله يتقبل. وانا ما عالم، انا بنقول كلام اهل العلم فيها. بعد انتهيت قال لي لا نحن والله دارين
في الفقه النازل ما ركزوا كويس في الدرس القديم ده، وانا ازوي شنو في الطريق بالطريقه. لذلك الموضوع طويل جدا، واسيت اتكلمت في الفقه بكره بنطلع لك. ولك والله جزاك الله خير، فقه ده ما شاء الله ده لو 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 وافقوك. ولك اسمع والله البلد دي فيها كثرة مشاكل ارحام، وده مقاضع اخوه، وده كذا، وعليك الله اتكلم في بر الوالدين، وده كذا، كل يوم بيجوك في حاجه. كان واحد مرته جارته طلقوها بيجيك من الصبح، بيجيك شفته ينظف في القضاء بتاع عيونه، يقول لك يا مولانا الليله موضوع خطير جدا، عليك الله ادينا فيه. شنو؟ والله فيه طلاق وكذا وكذا. برضه تتكلم في المسائل دي، تجيهم في التوحيد بيحاولوا يزوغوك بموضوعها. ما في الناس التوحيد ده ما دارين. حار شديد عليهم، نسأل الله العافية. نسأل الله يتوب علينا وعليهم. الزول يا جماعة اللي بيحب الله جد ما بمل من التوحيد. والله لو كل يوم يدوك توحيد، شفتها؟ كله درس توحيد. أنت ما بتتضايق. لأنه أصل اللي بيحب ولده قدر ما يذكروا له ولده هو بيتكيف. ولدك دكتور ما شاء الله، وخصائي، وعالج حاجة فلان، وعالج ركب فلان وفلان، يتكيف يقول لك ايوه والله ولدي ده الله يدي العافية. تاني بكرة يجي مناسبة الزواج يقول له والله ولده ده يا زول ده شاطر مرة واحدة. ما بقول له انا يا جماعة سمعنا خلوا الموضوع ده، بيكون مستمتع عمك يشرب في الشاي ويمكن يدفق فيه وذاته. لكن مما تجي في التوحيد ده يقول لك مكرر، تكرار ما بنريده، وكلامكم معروف. نسأل الله العافية والسلامة مجاب. ما بجوز الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة. المقبرة والحمام ما بجوز الصلاة فين، وإنما المقبرة يصلى فيها صلاة الجنازة. أما صلاة الظهر العصر المغرب ما بجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات في البخاري، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أو بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي بعدم الصلاة فيها وبعدم عبادة الله فيها، كما يمنع تمنع عبادة الله العبادات المخصوصة التي منعت في المقابر. ايوه الاسماء يا جماعه، الاصل في الغيبه الحرمه. ها ايوه يقول لك ما تقول فلان كذا وكذا والله قال ولا يغتب. ها ايوه يقول لك كذا، يقول لك الله سبحانه وتعالى يا جماعه قال لا يغتب بعضكم، ما بجوز الغيبه. لكن علماء قالوا الغيبه تجوز في 6 مواضع، وذكروا ادله عليها جمعا بين النصوص. قالوا في 6 مواضع بتجوز فيها الغيبه أو تشرع فيها الغيبة. الموضع الأول التظلم، إذا مشيت لي قاضي ودارت تظلم له لابد تذكر شنو؟ الزول ظلمك ودي غيبة له، صح ولا ما صح؟ يقول لي يا أخي والله عندها أخوي ظلمني وكذا وشال وكذا وسجل دي باسمه هي ما حق، هل بتقول له في واحد شال حاجاتي دي وما دار أجيب اسمه يا مولانا دي غيبة ولا بتجيب اسمه؟ تجيب اسمه ده ما ظلم. 2 الإعانة على إزالة المنكر، لو أسي فلان ده بقع في منكر وأنا لما ننصحه ما بيقبل مني، لكن لو نصح صاحبه بيقبل منه. الله قال وتعاونوا على البر والتقوى، هنا بجوز لك تمشي لصاحبه تقول له والله يا صاحبك ده الأيام دي بيشرب خمرة، والأيام دي قايم على ناس البيت كذا، واليوم هل أنت قلت له الكلام ده من باب الونسة والتلذذ ولا قلت له عشان يصلح؟ عشان يصلح. دي اسم الإعانة على إزالة المنكر بجوز لك. 3 الاستفتاء، الاستفتاء فبجوز لك انت إذا دارت تستفتي يعني تسأل دارت بجوز لك تختاب هنا. لذلك ذكروا فيه حديث هند رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وأبو سفيان كريم كرم شديد جدا، لكن الرجل مرات مع زوجته برا كريم شديد صحابه، لكن مع زوجته مرات شنو بيرى انه اي
اضغطها في بعض الأشياء. قالت لي إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل آخذ من ماله وهو لا يدري؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما قال لا ما تقولي كذا ولا كذا، لأنه ده من باب شنو؟ الاستفتاء. عرفت المسألة؟ زي زول هسه يجيك يقول لك أنا والله بنتي دي تقدم لها فلان، فلان ده تقدم، مختار ده تقدم لي بنتي، رأيك فيه شنو؟ ومختار كتال كتل وزول بتاع شيكات طايرة وزول وذاته ما لامين فيه، وجاء تقدم للبيت بتاعتك وجاء سألك انت قال لك يا أخي مختار ده تقدم لي بنتي، انت رأيك فيه شنو؟ انت بتقول الحق ولا بتقول دي غيبة ما أتكلم فيه؟ مش بتقول الحق، تنصح تقول له ده ما تديه ليه؟ لأنه كذا وكذا وكذا وكذا. نصحا للبيت دي ونصحا لوالده ونصحا للمسلمين يا أخي. عشان كده في صحيح مسلم قالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله خطبني، قالت خطبني معاوية وأبو الجهم، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك يعني فقير ما بتاعتنا دي، صحابة مؤدبين، وأما أبو الجهم لا يضع العصا عن عاتقي، كثير السفر أو يضرب النساء، ضراب للنساء في الرواية الأخرى. قال لا أنكحي أسامة بن زيد. قال الشيخ الألباني لأن المرأة لا تريد الرجل الفقير ولا تريد الرجل الذي يكثر السفر. أربعة المجاهر بالفسق، وحتى دي في كتب الفقه بتاعت المالكية موجودة، يقول لك الذي يجاهر ببدعته أو فسقه يذكر، يذكر مجاهر بالفسق، بيسكر بيجي قدام الناس ما بدس بيسكر، والسكر كله شر، لكن وتلقاه فنان يغني، فنان ويتبكى ويبكي في الشباب، ده تردم طوالي في معصيته دي ما تزيد عليها في معصيته. المجاهر بالفسق. خمسة التعريف، التعريف كي يعرف بلقب معين أو بوصف لا يتوصل إليه إلا به وهو لا يرضاه. تقول وين أبكرنكي؟ يقول لك أبكرنكي ده منو؟ تقول لهن يا أخي اسمه أنت كان قلت وين محمد أحمد؟ زول ما بعرفه. كنت أقول له وين أبكرنكي؟ يقول لك أيوة لا عرج. تقول لهن يا أهو بس يقول لك في الزقاق الفلان. زي ده بجوز تذكر شنو؟ بالتعريف بلقبه الذي لا يرضاه. الأمر السادس التحذير، التحذير. قال الإمام النووي في رياض الصالحين، شوف قال كأن تحذر من فقيه يتردد على مبتدع، أو تحذر هذا الفقيه من المبتدع. زول بمشي لي صاحب بدعة بجوز تمشي تقول لي زول ده مبتدع، ما تمشي. ده اللي نحن قاعدين نعمله، يعني أنا ما قاعدين أي زول سوداني ولا غير سوداني ماشي بالشارع بنلم في بالميكروفون، والليلة لاقينا فلان سكران وامسكوا فلان عنده كذا وفلان كذا وفلان فعل، ما بنقول كذا، لكن زول ألف كتاب ونشره في السوق، قال نادوا ناس فلان وفلان، جينا فتحنا الكتاب قلنا يا جماعة فلان ده قال كذا والرد عليه وكذا، يصرخ ويقول لك ليه بتجيبه؟ وما كتبه قال انشروه، وبراه كتب وقال كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها، فإن عملت خيرا ستجزى بمثله وإن عملت شرا علي حسابها. ما كتب براو، بعدين هو يقول لك دي غيبة، هو براو نشر بين الناس قال سووا كذا. هسه لو زول بيسكر ماشي في الشارع ما بنجي نقول فلان بيسكر، لكن اليوم اللي بيكتب كتاب قول والله أيها السودانيون الهموم كترت أشربوا ساي ده يا دوب بنجي هنا، لكن قبل ما شغلته براو، لكن السداري ضلل شنو؟ هسي نحن لو زول تحت السرير دخل تحت السرير ده سبع ملاية قال فلان الحقنا بنخش له تحت السرير براو، نقول لا فلان قبل ما نمرق من تحت السرير ده نادي الله براو، لكن زول مرق صنقر في السرير وقاعد يكتب نادوا ونشر بين الناس، نمشي نرد له في البيت ونشر بين الناس، زي ده انت شنو ترد عليه شنو؟ ايوه ده الجواب يا جماعة، وده الكلام العلمي في كتب العلم زي كتاب رياض الصالحين كموضع واحد ذكرناه. الصلاة وجات ما جات؟ ما في مشكلة إن شاء الله.
جزاكم الله خير يا اخ. والله الناس جات انشرحت ليكم، والله يتقبل منكم ومسجدكم ما شاء الله، والله يجعلوا منارة تنشر الخير. بالله أي زول يا جماعة يساعد في نشر الدين ده بين الناس أعينوه. الدعاة ديل ما دارين حاجة، يعني ما دارين شايلين مخلاة يبيعوا حجبات ولا محارب، ما دارين حاجة. لو نقول أعينوه ما دارين مال ولا دارين إيش، بس أعينون أقيفوا معاهم بس. لون الله يعينكم والله يسددكم، وافتحوا لهم الميكروفون الناس في البيوت يسمعوا. يا اخي في ناس في العناقريب ما قادرين يقوموا يسمعوا الحق ده يموتوا عليه، وده ما خير للناس. والمساجد دي كذي اي زول يكتب له ورا يقول لك ممنوع الا باذن، ده خالف القران طوال، لانه الله قال في بيوت اذن، ده سيد البيت قال اذن خلاص ثاني ما في. فاعينوا يعني انشروا الناس تنشر الخير وكذا وكذا، والحمد لله البلد الان بلدكم تقبل، الله يتقبل، الله يوفقنا واياكم. ما عاد يفتكروا الدعاة بيجوا بشوفوا نفسهم احسن من الناس المستمعين، والله نحن نسال الله يجعلنا اولا من الدعاة، ثانيا والله لا نرى لانفسنا فضلا على غيرنا. فنحن زي عامه الناس بس يذكر بعضنا بعضا، ويجعل الله الخير في ذلك. اسال الله يجمعنا جميعا في دار الكرامه اخوانا على سر متقابلين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.